سائل بيقول جيد السؤال ده، هل يمكن أن أضع مبلغا من المال في البنك في حساب له أرباح هدفع به غرامة فرضت علي بغير وجه حق؟ يقول أهو حرام بيروح في حرام، مشينا ده في ده وخلاص. وهذه فكرة موجودة عند كثير من الناس، الفوائد حرام بحطها في الضرائب حرام، وحطها في أي غرامة مرورية ولا غير مرورية وهو حرام كالحرام وخلاص. هل هذا الكلام صحيح وهل هو مقبول أم لا؟ أنا لم يتبين لي مقصود السائل على وجه التحديد، لكن إن كنت قد فهمته فهما صحيحا فقد فهمت أن مقصوده أن يفتح حسابا في بنك تجاري تقليدي يستفيد من فوائده في دفع غرامة فرضت عليه بغير حق. تقول له يا رعاك الله هذا لا ينبغي لك، لأنه لا يجوز لك أن تقي مالك بالفوائد الربوية، بل المشروع فيها أن تتخلص منها إن بذلت لك بتوجيهها إلى المصارف العامة، فلا تتمولها ولا تنتفع بها ولا تقي بها مالك، ويرجى أن تثاب على ذلك ثواب العفة عن الحرام ليس ثواب المتصدقين، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن ثواب المتعفف عن الحرام. ويمكنك يا ولدي تحصيل هذا المقصود نفسه من خلال إيداع مالك في مصرف إسلامي إن كان ذلك متاحا لك، فتنتفع بأرباحه في غير ما حرج إن شاء الله.